مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة اللي أنا نوهت عنها في بداية الحلقة اللي هنتكلم فيها هنا عن ملف مختلف طبعا خاص بالصحة. والنهاردة هنتكلم عن الحرق أو معدل الحرق في جسم الإنسان تحديدا، ودي أعتقد نقطة مهمة جدا عند معظمنا، بقى مش هقول كلنا بس يعني معظم الناس عندها مشكلة إن أنا طب أنا هاكل أحرق قد إيه، طب أنا كم كالوري المفروض أكله في اليوم، طب هو يعني معدل الحرق أصلا نسبته كام في المية، طب بيختلف من راجل لست، من حد كبير من حد صغير. كل ده هنعرفه مع دكتور ريام العراقي اخصائية التغذية العلاجية اللي منورانا النهاردة. بونجور. بونجورين. كل سنة وانتي طيبة. طيبة. كان عيد سعيد ولا ايه؟ اكلتي كتير؟ لا أكلت. معدل الحرق اخباره ايه في العيد؟ هو كان نوم بس في العيد. احنا خارجين من اجازة، يعني هي اجازة اكل بس، فاكيد الناس كلها يعني عايزه تعرف هو فكره ان انا اكل كتير قصاد ان انا احرق قد ايه علشان ما تخنش. طب لو انا تخنت ازاي اقدر ان انا اسيطر؟ فهل ممكن نبدا من هنا، نبدا بفكره اصلا ازاي بيقاس معدل الحرق عندنا؟ صح، احنا اصلا عايزين نعرفهم هو يعني ايه حرق. الحرق ده هو كميه الطاقه اللي انا بحتاجها عشان اعيش حياتي في العادي او اعمل اي مجهود. يعني انا المفروض وانا واحنا قاعدين كده ما بنعملش اي حاجه خالص، في وظائف حيويه شغاله في جسمنا، الوظائف دي محتاجه طاقه، الطاقه دي بتيجي من الاكل اللي هو الحرق. فعمليه ترجمه بقى الاكل اللي انا باكله ده لطاقه بعمل بيها الاكتيفيتي او الحاجات الحيويه اللي بتحصل في جسمي، هو ده تعريف الحرق. فانا طبيعي ان انا اكل، بس انا ليا رنجات معينه انا بتحرك فيها. انا دلوقتي ليه بخس او ليه بتخن او ليه بثبت في الوزن؟ عشان لو كميه الاكل اللي داخله دي قد اللي انا بحرقه يبقى انا ثابت في الوزن كده، يبقى مفيش لا زياده ولا نقصان. بالظبط، اللي داخل على قد اللي بيتحرق. بالظبط، لو انا باكل اقل يبقى انا بخس، لان في فرق في السعرات بيحصل، فده بيضطر الجسم ان هو يحرق من الدهون المتخزنه. لو انا باكل اكتر فالطبيعي ان انا بزيد، لان كل الاكل الكتير ده جسم بيحرق اللي هو متعود عليه، والباقي ده كله بيترجم لدهون. عشان كده احنا لما بنكون حتى بناكل اكل صحي بس بناكل منه بكميه كبيره، ما بنلاقيش ان احنا بنخس في الوزن، او ممكن نلاقي ان احنا ثابتين او حتى ان احنا بنزيد. طب معدل الحرق الطبيعي اصلا للجسم ايه يعني؟ لا، هو مفيش حاجة اسمها معدل حرق طبيعي، هو في حاجة اسمها هو أنا المفروض أخد سعرات قد إيه عشان هي دي اللي تخليني مثلا أخس في الوزن أو تخليني محافظ على الشكل بتاعي. بالنسبة للبنات ما ينفعش أقل عن 1200 كالوري. ده لو انا 1500 1500 لو بتمر. يعني تزعلينا ليه؟ لا والله ما ده 1200 ده قليل قوي. 1200 ما انا بقول ما ينفعش اقل عن 1200. ما قلش يعني المينيمم بتاعي. أوكي. 1200، لان احنا بنشوف ناس وما زدتش عن 1500. بالظبط، في ناس ممكن تزيد عن 1500 لو هي الكتله العضليه بتاعتها اكتر، وزنها اكتر، بتعمل مجهود اكبر، ممكن ان احنا نزيد عن كده. احنا بنتكلم في اقل معدل ممكن نوصل له، ما ينفعش اقل عنه، والا هيحصل لجسمي بلاتو اللي هو الثبات في الوزن، وهيحصل لي حاجه اسمها ميتابوليك ادابتيشن اللي هو يا دوب جسمي يتعود على الحرق القليل. لان احنا بنشوف هنا ناس بتاخد دايت 500 كالوري و750 كالوري عشان يخسوا 10 كيلو في الاسبوع، والكلام استحاله يحصل. ولو حصل يعني. بالظبط كده، ولو حصل بيعمل مضاعفات كتير مش المفروض ان هي تحصل اصلا. طيب لو انا اتكلمت عن مكمل غذائي او حاجه ان انا اقدر ان انا من خلالها اساعد نفسي ان انا اخس من غير ما اتعرض ان انا اجوع نفسي، او ان انا اخس بطريقه غير صحيه ويبتدي بقى شكلي يبان عليه والكلام ده كله، هل في حاجه نقدر ان احنا من خلالها نعمل ده؟ طبعا المعادلة الصعبة دي طبعا اكيد، ودايما الحاجات دي بتبقى حاجات طبيعيه زي بيستا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. دايما الحاجات الطبيعيه الفاعليه بتاعتها بتبقى عامل مساعد. يعني لازم ان انا اكون مظبط الاكل بتاعي، لازم اكون اللايف ستايل بتاعي عامه مظبوط، وباخد الحاجات دي عشان تحفز معايا الحرق، تسد معايا الشهيه، تقفل معايا شويه الكميه اللي انا باكلها. لانه بيستا بقى في ثلاث حاجات، يعني هو بيشتغل على ثلاثه ميكانيزم. اول حاجه مشكله الناس اللي هي دايما بتحب تاكل كتير، او متعوده على بورشنز كبيره، او كل حلويات الناس تحب الحلويات. بالظبط، بيجي لها كريفنجز على حاجات معينه وهي ظابطه الدنيا، واللي هو خلاص هي لازم تاكل الحاجه دي دلوقتي. فهو في الياف
الالياف دي هو اول منتج في مصر فيه ثلاث انواع من الالياف اللي هم قشور السيليوم وردة القمح والشوفان. الالياف دي بتعمل ايه؟ بتخش جوه المعده تمتص الميه اللي موجوده فبتنفش زي ما بيقولوا، بتاخد حيز كبير من المعده، فانا يبقى قدامي الطبق وانا مش عارف اكل منه اكتر من كده. فانا يبقى بيجي لي كريفنجز على حلويات وسكريات، فاكل منها قطمتين والاقي ان انا حسيت بالساتسفاكشن او اللي هو الرضا، اللي هو تمام انا مش محروم، انا باكل كل حاجه انا نفسي فيها بس غصب عني باكل بكميات قليله. تاني حاجة كمان موجودة في بيستا هو الكروميوم، والكروميوم ده معدن مهم جدا لتثبيت نسبة السكر في الدم والحساسية بتاعة الإنسولين اللي هو أصلا الهرمون مسؤول عن تخزين الدهون في الجسم، واللي هي حساسية الإنسولين دي بتقل على مدار العمر. يعني احنا كل ما بنكبر مش الحرق هو اللي بيقل، الكتلة العضلية بتاعتنا هي اللي بتقل وحساسية الإنسولين هي اللي بتقل. فلما يبقى معايا حاجة بتحفز لي كمان الحساسية بتاعت الإنسولين فتخلي الحرق بتاع النشويات معايا أحسن كتير، فأنا بقى قفلت الشهية وبحرق كمان نشويات. آخر حاجة فيه هو فيتامين سي بتركيز 30 ميلي جرام. فيتامين سي طبعا احنا عارفين أهميته للمناعة وللبشرة، بس هو ليه دور كبير قوي في الفات اوكسيديشن او في حرق الدهون في الجسم. فانا بحرق دهون، بحرق نشويات، باكل كل اللي انا نفسي فيه بس بكنترول الكميه، حتى مش لازم عشان اخس. دايما احنا بنبقى ساعات محافظين على وزننا او عاجبنا شكل جسمنا، بس بنتعرض ان احنا في عزومات، في افراح، في عايزه لخبط يومين ثلاثه بنجامل بعض بالاكل، انت عارفه بالظبط كده. لا والعزايم والله لا تاكلي، لازم تاكلي. فانا عشان اعرف اكل بس اكل كميه ما تاثرش على شكل جسمي او على وزني او حتى على صحتي، لازم ان انا ادخل بيستا كمكمل غذائي معايا قبل الوجبات بتاعتي عشان يقدر يحل لي المشاكل دي كلها. كويس جدا. بصي انا بحب دايما ان احنا يعني بجانب الكلام النظري ان احنا نشوف برضو عمليا ده على ارض الواقع تم ازاي. فاحنا معانا كيس لعلي. علي برضو كان من الناس اللي هي اوفر سايز زي ما بيتقال، و جرب باستا وبعدين باستا جاب معاه نتيجه كويسه جدا، بس ازاي ده حصل؟ خلينا نسمع منه ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع باستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس، صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه، وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لان طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصير بالظبط، كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. حلو قوي ان احنا نسمع يعني وزي ارشادات وفي نفس الوقت تشوف على ارض الواقع ده بيتم ازاي. طيب خليني برضو اسالك حاجات ليها علاقه بفكره هنا الحرق، طالما بنتكلم عن موضوع او موضوعنا النهارده معدل الحرق. ليه في ناس، وهل ده اصلا موجود ولا لا، عندها الحرق بطيء او ضعيف؟ بصي في عوامل كتير بتاثر في الحرق، وبعدين الناس اصلا اللي فاكره ان حرقها بطيء ده ممكن تكون هي بتخس النورمال بس هي مش فاهمه ان ده نورمال. الناس زمان اتعودت على انظمه الدايت او الحاجات اللي بيسمعوها على الانترنت اللي هو دايت بيخسس 5 كيلو في الاسبوع، دايت يخسس 20 كيلو في الشهر، الحاجات دي. فالناس بقت لما بتخس كيلو واحد في الاسبوع اللي هو اصلا المعدل الطبيعي من نص كيلو دهون لكيلو دهون في الاسبوع الواحد، فبقت شايفه ان ده قليل قوي، وبقت بتقول لا ده انا عندي مشكله في الحرق، ده انا ما بحرقش، ده انا حرقي ضعيف، ده انا مش حاسه باي نتائج، سواء كانت ست او راجل يعني. فلازم نوضح القصه دي الاول، هو انا المفروض بخس قد ايه اصلا في الاسبوع الواحد؟ فانا بخس من نص كيلو دهون لكيلو دهون، يعني بمعدل الشهر كله من 4 كيلو ل 6 كيلو دهون، ده ماكسيمم اللي اقدر اوصله. ده كلنا؟ ده كلنا ستات ورجاله، يعني الستات بنتكلم في 4 كيلو، امال ليه في ناس ما بيبانش عليها 6 كيلو؟ عشان مش بتخس دهون. انا بتكلم على نزول الدهون. الناس اللي ما بيبانش عليها بيبقى الأربعة او 6 كيلو دول بيبقوا دهون وعضلات وميه، فبتلاقي مثلا ان هي خاسه كيلو 2 كيلو دهون اللي هم حبه مثلا على توزيعه الجسم كلها، ما بانش الفرق قوي بس بتطلع الميزان هي خاسه ارقام،
بس تيجي تشوفي شكل جسمها ولا اي حاجه بالزبط. فده المهم ان احنا نركز فيه، ان احنا نكون بنخس دهون. ليه بقى معدل الحرق ممكن يكون قليل؟ لانه العوامل اللي بتاثر في الحرق كتير. اولها الاكل اللي انا باكله، كميات الاكل اللي انا باكلها، لايف ستايل بتاعي ماشي ازاي، انا بتحرك ولا لا، بعمل مجهود ولا لا، بتمرن ولا لا، نومي مظبوط ولا لا. هتلاقي معظم الاجابات لا بالظبط. يعني على الاسئله انت سالتيها دي احنا كلنا عايشين معظمنا بلاش كلنا عايشين سيدنتري لايف ستايل، اللي هو مش مركزين في الهابتس بتاعتنا، سواء اكل سواء نوم سواء رياضه سواء شرب ميه. في حاجات كمان بتبقى ميديكال ايشو بقى، اللي هو مثلا بنات عندها تكيسات مبايض، ناس عندها مقاومه انسولين، ناس عندها سكر، الحاجات دي بتبتدي تاثر. نقص فيتامينز معينه اشهرها مثلا فيتامين دي وفيتامين بي، بيبتدي برضو ياثر في معدل الحرق بتاعي. فلما الباكج دي كلها تبقى متظبطه وانا ما بخسش، ساعتها اقول انا عندي مشكله. حاجه ميديكال هنا بقى نقدر بالزبط. نقول في حاجه ميديكال. طيب خليني اروح معاكي برضو، علشان دي نقطه مهمه جدا. انا لما باجي اخس باي شكل كان، سواء طريقه هيلثي او غيره او عمليه، بفقد بعض الفيتامينز من جسمي، ده باي ديفولت او بيتقال تلقائي. فمهم قوي ان انا مع ان انا اخس او النظام بتاعي او الدايت بتاعي ان انا اخد مالتي فيتامين او حاجه زي مكمل مزبوط. غذائي، علشان كل الفيتامينز اللي نصها بيروح مع قله الاكل او غيره. لو احنا قلنا حاجه تقدر ان هي تسد مع بيستا، بتنصحي بايه برضو؟ انصح بألب مالتي فيت، لانه احنا عاملين زي كورس كده انه الناس اللي بتستخدم بيستا عشان تخس بصوره صحيه لازم ان هي يكون معاها مالتي فيتامين. وألب مالتي فيت من اقوى المالتي فيتامينز اللي موجوده في الماركت، لانه هو فيه اكتر من 13 فيتامين ومينرال، اشهرهم المجموعه بتاعه بي كومبلكس اللي هي مهمه جدا للاعصاب ومهمه كمان لحرق النشويات او ميتابوليزم عامه، كمان الفيتامين اي وفيتامين اي اللي هما انتي اوكسيدنت اقويه جدا. في حاجات بقى عشان صحه البشره والشعر برضو فيتامين اي وفيتامين اي مهمين جدا، وكمان في بايتين، في كمان كالسيوم وفوسفورس اللي هما مهمين جدا لصحه العظم بتاعي. فانا باخد حاجه بتظبط لي الاوفر هيلث بتاعتي ان انا طبيعي. حتى الناس اللي بتاكل اكل هيلثي ما بتلاقيش انه الفيتامينز والمينرالز اللي هي بتاخدها سواء من خضار سواء من فاكهه سواء من هول جرينز او حبوب كامله او البروتينز عامه بتبقى مظبوطه. فلازم اي حد سواء بيخس سواء بيحافظ على وزنه سواء ان هو ما عندوش اي حاجه خالص او مش متارجت ان هو يظبط الشيب بتاعه، لازم ياخد مالتي فيتامين، لان احنا طبيعه اكلنا اصلا مش بناخد المغذيات الصحيه، احنا بناكل وخلاص من غير ما نبقى عارفين احنا اللي قدامنا بقى بالظبط كده يعني من غير ما نبقى مركزين هو الاكل ده بيفيدنا ازاي او بيضرنا ازاي. فمهم جدا ان احنا نعتمد برضو جنب بيستا في التخسيس على الب مالتي فيت، عشان انا الاقي حتى تحسن في صحتي، الاقي ان انا عندي باور اكتر. لو انا بتمرن مثلا الاقي بيرفورمنس بتاعي في التمرين بقى احسن كتير، فده هينعكس على صحتي كلها. كواليتي اوف سليبنج او الجوده بتاعه النوم بتاعتي كمان بتتاثر بالفيتامينز والمينرالز. فانا لما واظب على الب مالتي فيت مره واحده في اليوم قبل الفطار او بعد الفطار، واظب على بيستا قبل الوجبات من تلت ساعه لنص ساعه على كوبايه ميه، واقلب كويس قوي لحد ما اوصل للقوام اللي هو بيبقى جيلاتيني شويه، عشان هو ده اللي بياخد حيز جوه المعده. مع الاستمرار هلاقي ان انا بنزل نزول صحي، شكل جسمي حلو، وكمان صحتي ما تاثرتش. طيب في بقى نقطه مهمه، لان انا لما بعمل برضو دايت بيتم يبقى ليه تاثير برضو الى حد ما في المود، صح؟ فازاي ممكن ألب مالتي فيت يغطي النقطه دي؟ لان دي حاجه بتبقى مش سهله الناس بتمر بيها وهي بتخس. بصي، معظم الفيتامينز اللي موجوده في ألب مالتي فيت زي ما قلت لك هي زي ما بتحسن كواليتي اوف سليبنج، كواليتي اوف سليبنج برضو معتمده على ان انا المود بتاعي يبقى حلو، وكمان بترفع السيروتونين اللي هو هرمون السعاده اللي موجود في الجسم. ده كده مهم قوي بالظبط. غير كده لازم برضو الدايت بتاعي يكون فيه كربوهيدرات، كومبلكس كارب اللي هي الكربوهيدرات المعقده او النشويات الصحيه زي الحبوب الكامله، الشوفان والحاجات دي، زي البطاطس، زي البطاطا، زي الحبوب الكامله، الشوفان، زي مثلا الرز البني. الحاجات دي مهمه قوي ان هي كمان بتساعد في انه انا المود بتاعي يبقى احسن، النوم بتاعي يبقى احسن، جنب طبعا الب مالتي فيت. طيب
لو سألتك عن في أي فئة ممكن إن هي هيبقى خطر عليها إن هي تجمع ما بين بيستا وألبا مالتي فيتس، أمراض معينة، سن معين، يعني ظروف معينة، عشان برضو الناس تبقى مطمنة. طبعا الناس بتبقى عايزة تعرف برضو البرودكت اللي هي بتاخدها ليه أي سايد إفكتس ولا لأ. الحقيقة إن هما الاتنين مالهمش أي سايد إفكتس، لأن إحنا اتكلمنا عن بيستا وقلنا إن إحنا كل المكونات بتاعته طبيعية، فهو ما يتعارضش أبدا مع أي حد عنده أمراض مزمنة. بالعكس، الناس اللي عندها كوليسترول أو الناس اللي عندها سكر هو بيساعدهم بالمكونات اللي فيها الاعراض بتاعتهم تقل شويه. كمان هو امن للاطفال من سن 12 سنه يقدروا يستخدموه عادي. المالتي فيتامين برده ملوش اي سايد افكت خالص، الا لو ناس مثلا عندها مشاكل في الجهاز الهضمي بتحس ان هو بيبقى تقيل عليها شويه في الامتصاص والهضم. دي بس المشكله الوحيده اللي ممكن تقابلهم، ومع الاستمرار المشكله دي بتروح. طيب بصي، هو فضل تقريبا دقيقتين، فانا عايزه كده منك دكتور ايهام، يعني لو في اي نصايح معينه خلال الدقيقتين دول نقدر ان احنا نطمن بيها الناس، او نقول للناس ليه برضو بيستا او الب مالتي فيت مش اي منتج اخر، لان منتجات كتيره جدا زي ما حضراتكم عارفين في الاسواق، ايه اللي بيميز ده عن اي منتج تاني؟ بصي، اولا انه انا لازم اخد البرودكت اللي انا هستعمله ده يكون ان هو تراست. تراستد دي يعني هو من شركة ويل نون زي شركة باي ناتشرالز، ان هو موجود في الصيدليات، ان هو منتج مصرح بيه، ان هو منتج مترخص من وزارة الصحة. دي اهم حاجة انا لازم ابص عليها في البرودكتس بتاعتي. معنى ان هو واخد تصريح وواخد ترخيص وموجود في الصيدليات ومن شركة معروفة، دي اهم حاجة ان هي تبقى موجودة، لان احنا بنسمع عن برودكت كتير قوي بيتم الاعلان عنها على الانترنت والناس بتاخدها وبتلاقي مشاكل صحية طبعًا كتير، وبيظهر في الآخر إن البرودكتس دي أصلاً ما عليهاش أي ترخيص ولا تصريح. فدي أهم حاجة الناس لازم تركز فيها، دي أول حاجة. تاني حاجة، المكونات بتاعة البرودكتس نفسها. إن أنا لما أكون باخد حاجة من صورة طبيعية ما فيهاش أي كيميكلز، لأنه برضو في برودكتس كتير فيها كيميكلز معينة بتشتغل، بالذات في القصة بتاعة الشبع بتشتغل على حاجات ليها علاقة بالجهاز العصبي. المواد دي دايماً بتبقى محرمة، بس هي بتندرج تحت مواد تانية مش بيبقى مكتوب اسم المادة صريح. فتفاجئ برضو ان انا بيحصل لي ارق، بيحصل لي المود بتاعي بيبقى فيه زيادة ضربات القلب، بالظبط، ضغط عالي، ضربات قلب عالية، ما بعرفش ان انا نام. فاحنا برضو احنا بنتكلم على حاجة امنة، الناس كده كده هتجربها وهتشوف ان هي بالعكس صحتها بتبقى احسن كتير، مفيش اي سايد افكتس خالص. فمهم جدا ان احنا نركز على الحاجات دي. رائع جدا. اعتقد كده يعني احنا وفينا كل التساؤلات اللي ممكن تيجي في اذهان حضراتكم. اشكرك جدا دكتور ايهام على النهارده، ومعلومات انا نفسي استفدت منها. اشوفك في حلقه جديده ان شاء الله. واشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده، 10 الصبح في الاهلي. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله بكره، و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.